يا رحيم ارحمني يا الله بحسب. حماتورة لفظة سريانية يراد بها جبل الحمية، فالرهبان كانوا يجتمعون في الدير للتزهد فيتدربون، وعندما يجهزون يرسمهم الرئيس رهبانا كهنة كونه أسقفا، ثم ينطلقون للخدمة ويشبهون في انطلاقهم للخدمة تدفق ماء النبع، فلهذه الحركة سمي الدير جبل الحمية أو نبع الجبل. والجبل مملوء مناسك كانت تعج بالرهبان من كل جنسية ولغة، وإذ كانت لغة جبل لبنان السريانية، رتل الرهبان صلواتهم الجماعية بالسريانية واليونانية والعربية حسب طقوس الدير وترتيباته الأرثوذكسية. دير رقاد والدة الإله حماتورة، الدير الرئيسي وهو الأقدم بين أديرة الجبل، حوله الرهبان من مركز لعبادة الأوثان إلى دير على اسم والدة الإله العذراء، ولا نعرف بالضبط متى نشأت أول رهبانية فيه. أما دير القديس جورجيوس حماتورة فيعود إلى القرن الحادي عشر، يذكر في مخطوطات من زمن القديس يعقوب الحماتوري فوق أحد أبواب الدير تاريخ ترميم يعود إلى القرن 18، ذكره أيضا الرحالة الروسي باسيليوس باريسكي، فالرهبان كانوا يقضون فترة الصيف فيه، أما في الشتاء فكانوا ينزلون إلى دير السيدة، لكن تعرضهم للكثير من الغزوات خاصة على يد الهاجريين بحسب تعبيره جعلهم يستقرون في دير السيد محتمين فيه. موقع الدير: يقع دير رقاد والدة الإله على كتف وادي قديش المبارك النابع من أرز الرب والمتعرج عبر جبل لبنان بين بلدتي كسبة ورسكيفة الوادعتين، يرتفع 450 مترا عن سطح البحر ويبعد 25 كيلومترا عن مدينة طرابلس. يمكنك الصعود إليه من جهة كسبة سيرا على الأقدام مدة نصف ساعة في طريق صعبة نسبيا، وارتفاع الدير عن النهر 200 مترا. حتى ما توصل تعبان لا تحمل هلا.
دير القديس جورجيوس يقع على قمة الجبل، يمكن الوصول إليه من دير رقاد والية الإله سيرا على الأقدام في طريق متعرجة بين غابات الدير في ساعة ونصف، أو الوصول إليه من جهة زغرتا من بلدتي رسكيفة وكرم سدي على طرقات زراعية وعرة. لمحات من تاريخ الدير. تعرض الدير للاضطهاد زمن المماليك، حيث استشهد القديس يعقوب الحمطوري، وسيتم التوسع في خبره لاحقا. دمر العثمانيون الدير زمن فخر الدين المعني كما يوضح اسكندر عيسى المعلوف، وزاره الرحالة الروسي المشهور باسيليوس باريسكي القرن 18، ودون عن مبانيه معلومات تفيد عن حجم البناء وأقسامه. وبحسب شهادة بعض المعمرين الذين عرفوا الدير أيام كانت حياته مزدهرة، شهدوا بأن الرهبان كانوا يعلمون الزوار والعمال والرعاة حولهم والحطابين الكتابة والحساب والقراءة، لسيما في الكتب الكنسية المتوفرة التي كانوا ينسخونها لمنفعة الرهبان والقاصدين، خاصة كتب الآباء القديسين التي ظلت مخطوطاتها في الدير فترة كبيرة ثم تبعثرت، لأن القراء لم يعيدوها إلى الدير بعد أن تدمر القسم الأكبر منه سنة 1917، أولا بسبب قصف العثمانيين الأتراك لمباني الدير بهدف تعطيله كونه يؤمن الأمن الغذائي لسكان المنطقة، وبسبب هزة أرضية في تلك السنة جعلته خربا غير صالح للسكن. حين زيت الحق ناقب وجنون والكل يعلم عنه يحب.
هاجره الرهبان إلى دير القديس جورجيوس الذي في أعلى الجبل، حاملين معهم كافة موجودات الكنيسة والدير. هناك شيد الرئيس إيروثيوس الكفوري 6 غرف وأرواقا، وأعاد بناء الكنيسة بمعاونة أبناء المنطقة، وبيت الدير الأم بلا ساكن يزوره الرهبان من وقت إلى آخر، فتعاقب على الاهتمام بالدير عدد من المؤمنين. من رهبان تلك الحقبة الأب يعقوب من قرية قصبة القرن 20، غير القديس يعقوب الحماتوري. هذا اشتهر بتقواه ومحبته الوافرة، فأعطاه الرب جهادا مباركا وصبرا لا مثيل له، وبرزت فيه النعمة بأعاجيب شفاء كثيرة بعد صلاة مباركة المياه. وبات تقليدا ناشطا أن يأخذ الزوار من الماء المقدس لمزارعهم وأولادهم والمواشي، إذ كثرت الأوبئة زمن الحرب العالمية الكبرى، وليس من دواء، فالتجأ الكل إلى رحمة الله. جهاد الرهبان القدماء. يذكر لنا الشيوخ من أبناء المنطقة حولنا أن الرهبان استطاعوا زمن العثمانيين أن يفتدوا الكثيرين ممن أسرهم العثمانيون بما جمعوا من مال، وكانوا يستقبلون المنكوبين الملتجئين إلى الدير فيعولونهم. وهكذا ظن بعض الأشرار أن الرهبان يملكون أموالا وكنوزا وافرة، فصار الدير عرضة للسطو، وتعرض الرهبان للضرب والتعذيب والشتم. وقد ذكر لنا المرحوم جرجي رؤوف فرح أن أحد الإقطاعيين أرسل زعرانه ليضرب الرئيس ويستدل على نقود الدير، فلم يجد الرئيس في الدير، لكنهم أوسعوا الرهبان الضعفاء المسنين ضربا، إلا واحدا أسرع على بساطته ليستضيفهم مقدما لهم إبريق ماء فخاري، فشتموه وجروه ليرموه عن الصخر إلى الوادي. وبعد أن رموه سارع الرهبان ليحملوه إلى الدير معتقدين أنه مات، لكنهم صادفوه ناهضا والإبريق في يده وجسمه مسخن بالجراح، خاصة أنه علق بشجيرات الصبير. أخجلتهم محبته وتسامحه، فهربوا مدبرين أمام وداعة الرهبان ومحبتهم. وتذكر مذكرات الدير أن أحد الإكليريكيين المتشوفين شكى الرهبان إلى مشايخ آل العزار بتهمة سوء معاملتهم له في الدير، فاستدعى المشايخ الرئيس ليعاقبوه، فأجاب رئيس الدير متأسفا: إننا قدمنا له ما نملك. فسأله الشيخ: وماذا عندكم؟ أجاب: بعض الماء المجموع من الصخور. هذا يوضح شدة معاناة الرهبان وثباتهم في صبر وفقر وتعفف، ويوضح إهمال السلطة لهم وعبث المتنفذين المتسلطين. كنيسة دير رقاد واية الإله الأساسية. كنيسة الدير على اسم واية الإله الطاهرة تعيد في 15 آب، أي عيد رقاد السيدة العذراء، إلا أن البناء الحالي هو القسم الأصغر من بناء كبير، أي ما تبقى من كنيسة كبيرة قد دمرت، إذ لا يعقل أن يكون للدير الأثري الكبير والواسع الأرجاء مثل هذه الكنيسة الصغيرة.
فيها مذبح قديم جدا حفر على شكل المذابح الوثنية حين كانوا يقدمون ذبائح حيوانية تحوجهم لجمع الدم على المذبح ليسيل عبر قناة محفورة في بلاطة المذبح. تبقت على جدران الكنيسة جداريات حسنة الرسم تبدو من أقدم موجودات لبنان والأكثر أمانة للفن البيزنطي ذي الطابع المحلي، فهي تجمع بين الفن البيزنطي المتطور من حيث بنية الأيقونة وهندستها من جهة، ومن جهة أخرى تتميز بتقنية محلية بالصناعة والتفصيل والزخارف. وصف الجداريات: تتوسط العذراء مشهدا من 5 قناطر جالسة على العرش وتحمل في حضنها الرب يسوع، وقد كتب عند رأس العذراء والدة الإله الرحيمة، عن يمينها القديسة هيلانا أم القديس قسطنطين الملك، وقديسة مجهولة إذ شبه وجهها وأزيلت الكتابة من قربه، وعن اليسار الشهيدة العظيمة كاترينا الكلية الحكمة شفيعة دير سيناء الشريف. أما القنطرة الخامسة فقد تبددت كليا، معظم الوجوه مشوه تثقيبا. في المشهد الثاني السيد على العرش مباركا والعذراء عن يمينه مع ملاكين في وقفة تضرع. في أسفل المشهد ملاك يقدم شخصين عاريين للمحاكمة ويحمل بيساره ميزانا، ربما تكون هذه ما تبقى من مشهد الدينونة. أسفل هذا المشهد تظهر معالم سجود المجوس للطفل المولود ونساء يغسلنه. في طرف الكنيسة مشهد التجلي روعته في تعابيره، إذ إن المشهد قديم الرسم بصناعة ساذجة يعتمد على الرمزية في إظهار روحية المشهد، وربما تكون هذه الأيقونة من رسم قديم محلي لرسام متحمس لا يتقن الفن، فهو يشبه فنون الغنوسيين إذ يعتمد على الرمزية بتقنية بسيطة بدائية. بعد حريق عام 1992 زار الدير الأب لامونس من رهبنة الآباء البيض بناء، فتفحص الإيقونات ودقق فيها، ويرجح أن هذه الأيقونة تعود إلى القرن السادس ميلادي. يحتل المسيح القسم الأكبر طولا وعرضا، والرسل عن يمينه والنبيين عن يساره أقل حجما منه. المشهد الأخير لقديس يمتطي حصانه الأبيض دائسا ملكا داقا عنقه بالرمح. يحتاج الرسم إلى الكثير من الترميم، فالقديس متلف كليا، يمكن فقط تمييز الحصان الأبيض. يحتاج الرسم للتنظيف، قد يكون القديس ميركوريوس يطعن يوليانوس الجاحد. وعن جانبي باب الكنيسة صليبان رسما باللون النبيذي على خلفية بيضاء كزخرف متبق من زمن تحطيم الإيقونات. فوق الباب صليب محفور يشبه شعار الصليبيين. شكل الصليب هذا عرف في بلادنا قبل دخول الصليبيين وكذلك في الغرب، وصارت له شهرة خاصة بعد اعتماده شعارا لهم. لا أثر في الدير للاحتلال الصليبي. عمل الرهبان القدماء: عمل الرهبان بنشاط في الزراعة وتربية المواشي وفي النسخ وتصوير الإيقونات على الخشب والترتيل وتعليم أهل الجوار والقاصدين. يعاونهم على ذلك بعض المعلمين أمثال الأستاذ ديمتري شحادي الدمشقي الذي من حبه للدير أوقف نصف أملاكه لدير حماتورة حيث عاش أواخر حياته، وفيه مات ودفن مع الرهبان، والنصف الثاني أوقفه لكنيسة المريمية في دمشق. اجتهد الرهبان في تحصين الدير وتجهيزه من أجل استقرارهم وخدمة القاصدين. وتشهد محفوظات مطرانية بيروت أن العمارة كان الشغل الشاغل في الدير بعد نكبة 1860، فأعيد بناء المطبخ وبعضا من قليات الرهبان. أبنية الدير والمناسك التابعة له:
وراء الكنيسة مغارة طبيعية صغيرة في الصخر، فوقها ثلاث غرف حفرت لاستخدام الرهبان، إذ كانت قليات الدير تغص بالرهبان الذين عانوا من قساوة العيش في الجبل وقلة التعزيات والراحة. يقول الرحالة الروسي الذي زار الدير أوائل القرن 18 أن هذه القليات المحفورة بين طبقتين من الصخر لم يرى مثلها قط إلا في دير خزيفة في فلسطين. قرب الدير توجد كنيستان صغيرتان، واحدة على اسم النبي يوحنا المعمدان وأخرى على اسم رئيس الملائكة ميخائيل. فتقليد الرهبان يوضح أن الراهب يتدرج في النسك كما كان يوحنا في البرية متصاعدا في القداسة ليماثل الملائكة الأطهار. تحت كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل، وهي كنيسة المدافن، نحفظ عظام الرهبان الذين سبقونا وجاهدوا في هذا الجبل المقدس. التقليد الرهباني الأرثوذكسي هو أن يدفن الراهب الميت في التراب مجللا بثيابه الرهبانية الكاملة، وبسبب عدم وجود أماكن كافية لدفن كل الرهبان جرت العادة أن يفتح القبر بعد 3 سنوات أو أكثر من الدفن وتجمع العظام في غرفة مخصصة لذلك. عرف الدير في المخطوطات العربية باسم الديارات، وذلك بسبب أنه كان مركز الحياة الرهبانية في الجبل، إذ يتفرع منه عدة أديرة صغيرة مثل منسك النبي إلياس في منطقة تدعى رميلة عند النهر صعودا باتجاه بلدة طرزة، ومنسك على اسم هامتي الرسل بطرس وبولس في مطلع الدرب إلى الدير، وربما بسبب المدرسة الإكليريكية فيه إذ يخرج منه الآباء ويذهب كل واحد إلى خدمته، فيشبه بحياته امتدادا لحياة الدير في العالم. التاريخ الحديث للدير. عام 1973 ترأس الدير الأب فيليبوس عطلة المعروف بالأرشمندريت إسحاق الآثوسي، محاولا أن يعيد الحياة الرهبانية إلى جبل حماتورة، وقد نجح في ذلك. واجتمع في الدير بعض المبتدئين والآباء الراغبين في الحياة النسكية. عرف من بين تلامذته الرئيس الحالي للدير الأرشمندريت بندلايمون. أجبر الأب فيليبوس بسبب الحرب عام 1975 على مغادرة الدير إلى جبل آثوث في اليونان حيث نسك. فاتشح بالإسكيم الملائكي باسم إسحاق وتنسك في قلاية القيامة التابعة لدير ستافرونيكيتا، ورقد هناك عام 1998، ونفسه كانت تتوق لعودة الحياة الرهبانية إلى هذا الجبل الهدوئي العريق. وكانت محاولة للحياة الرهبانية مجددا مع الأب بولس لحود لم تدم. في سنة 1992 احترقت كنيسة الدير في الأسبوع العظيم، وانكشفت الإيقونات الجدارية والجميلة والأثرية، مما دعا المطران جورج خضر إلى تكليف الأرشمندريت بندلايمون فرح بترميمه وفق خطة مدروسة وعلمية. وكان أول قداس لافتتاح هذه الفترة الجديدة من عمر الدير وعودة الحياة الرهبانية المشتركة في 21 من تشرين الثاني سنة 1994، عيد دخول السيدة إلى الهيكل. الدير اليوم. عادت الحياة الرهبانية المشتركة إلى الدير في تشرين الثاني سنة 1994 بعد انقطاع دام 77 سنة. الدير كان خربا بالكلية حين ذاك، تكاد لا توجد غرفة فيه صالحة للسكن غير الكنيسة المحترقة. العمل كثير وصعب. بدأت مزاك أعمال الترميم وهي مستمرة وتحتاج إلى الكثير من الدعم المادي والتقني والمعنوي. الترميم يجري على أساس دراسات وخطط مسبقة لإعادة الدير إلى شكله المسبق. على أثر استلام الرئيس الجديد بدأ توافد الراغبين في الحياة الرهبانية. رهبان الدير يمارسون حياتهم الجهادية النسكية بالصلاة والصوم والسهر والعمل، يتوسلون عند أقدام والدة الإله من أجل خلاصهم وخلاص العالم أجمع.
بالإضافة إلى الصلاة، يعمل الرهبان في البناء واستصلاح الأراضي وصناعة الخمر والصناعات الغذائية ورسم الإيقونات وصناعة الشمع والبخور وغيرها من الصناعات الدائرية. هو بوصية إلهية بلاقيها بالعهد القديم بسفر الخروج، حتى الله بالتفاصيل حكي عن استخدام البخور وعن البخور المعطر، بلاقيها بالعهد الجديد بسفر الرؤيا، وفي رموز كتيرة بتعبر عن ليش نستخدم بخور وشو أهميته. بالمزمور 140 بيقول لي تستقيم صلاتك البخور أمامك، وهيك بيساعدنا البخور انه تكون ترتفع صلاتنا وتكون مستقيمة امام الرب. صناعة البخور فنحن بنجيب اللبان يكون حبته كبيرة ونوعية جيدة، بنطحنه تيصير بودرة، من بعدها بنعجنه بالعجانة مع العطر يلي بدنا نستخدمه وبنعمله نقراص. من بعدها القرص بنسحبها على مكنة وبتصير مثل أصابع كبيرة طويلة، وبنرجع هالأصابع بعد ما نحفظها شوية صغيرة وتنشف بنقطعها وبنحط لها بودرة تمشي ما يلزق على بعضه البخور. وبتختلف الأنواع، في أنواع بتكون هي سهلة التقطيع، في أنواع بتكون صعب التقطيع حسب نوع العطر اللي بنستخدمه. نرجع بعدها بنحطهم بنعبيهم بعلب صغيرة أو بعلب كبيرة لاستخدام الكنائس. الكنيسة الأرثوذكسية كونها كنيسة العبادة بشكل أساسي استخدمت كل الوسائل اللي بتساعد المؤمنين إنه يرتقوا بالعبادة الحقيقية نفسا وجسدا بكل حواسهم وبكل كيانهم. مشان هيك نحن مثل ما بناكل جسد ودم الرب يسوع من قبل الايقونات، شوف الايقونات كمان نحن منشم البخور، وهيك منتذكر انه تكون حياتنا عطرة امام الله. وللدير نشاط موسيقي وتسجيلات وترجمات كتب صدر بعض منها. قد أمسكت المسبح لكي أرفع الدعاء، إذ بقوة الصلاة أرتقي إلى السماء، بتكرارها الكثير سوف أغلب الشرير. هذه أولى الصلاة تسمعونها في الحين، أيها الثالوث القدوس خلصنا أجمعين، بتكرارها الكثير سوف أغلب الشرير. الصلاة الثانية سأتلوها صادحة، ربي يسوع المسيح يا ابن الله ارحمني، بتكرارها الكثير سوف أغلب الشرير. الصلاة الثالثة لوالدة النيلة، أيا فائقة القداسة خلصينا، بتكرارها الكثير سوف أغلب الشرير. الصلاة الرابعة ليوحنا المعمدة، أيا صابر المسيح تشفع بنا،
في تكرارها الكثير سوف أغلب الشرير. الصلاة الخامسة لجميع القديسين، يا قديسي الله تشفعوا بنا. في تكرارها الكثير سوف أغلب الشرير. وختاما سأقول للملائك الصلاة، يا رؤساء الأجناد تشفعوا بنا. بتكرارها الكثير سوف أغلب الشرير. يجتمع في الدير الشباب المؤمن خاصة في الأعياد لإقامة الصلوات والخلوة والاعتراف والمشاركة في السهرانات التي تدوم طوال الليل في الأعياد الكبيرة المميزة. هذا يرتب على الدير مهمة متابعتهم، إذ إن معظمهم في عمر الشباب، أي إنهم يحتاجون بالأكثر إلى خدمة تبعدهم عن الشرور العصرية والمتاهات المستوردة وتقدسهم، وذلك بإيجاد فرص أوفر ليتعرفوا على الخبرة الروحية المسيحية بشكل عملي. كم من شاب قصد السيدة فكانت المجيبة السريعة لطلبه تسهل له أبواب العمل، وآخر يلتمس الراحة من تشتت الفكر وضغط الحياة، وكم من أم رفعت صلاتها للعذراء من أجل مريض أو شارد في المتاهات، وكم من ثنائي قصد الدير بعد زواج طويل فأعطته العذراء طفلا به تبهج الحياة، وكل هؤلاء من المسيحيين والمسلمين. يقصد الدير عمال نشطون في شتى ورش البناء والترميم، وكذلك بعض المهندسين الذين يسخرون عملهم وأوقاتهم للدرس والتحضير والتنفيذ. مخطوطات الدير وإيقوناته ومحفوظاته الأثرية. بقيت في الدير حوالي 50 مخطوطة، هي اليوم تعالج في مركز القديس يوسف الدمشقي البلمند، وهي في مجملها ليتورجية وتفسيرات للكتاب المقدس والمواعظ الآبائية والروحية، وفي طياتها حملت بعض الحواشي والملاحظات وأسماء الرهبان الذين عاشوا في الدير وبعضا من زواره. في الدير أيضا مجموعة إيقونات منقولة على خشب جيد رممها السابقون ما قبل سنة 1817، وهي تحتاج إلى تنظيف وترميم طفيف إلا بعضا منها. ابتدأ الترميم منذ سنة 1996، إذ قصدنا الأب لامنس واضعا دراسته وتصورا للعمل، وجاءت بعثة من اليونان لوضع دراسة عن الدير وأثرياته وترميمه. وللدير نواقيس جميلة الصوت، وكذلك بعضا من الكؤوس الفضية والأواني الكنسية سنجهد لتجهيزها للخدمة وليتبارك بمرآها المؤمنون. القديس يعقوب الحماتوري. برز من الدير في الزمن القديم شيخ لامع في الصحو والجهاد، هو القديس يعقوب الحماتوري. هذا الشهيد يذكره سنكسار الدير في مخطوط في دير البلمند رقم 149، يعود تاريخه إلى سنة 1550. ومفاده أنه في 13 من شهر تشرين الأول، جهاد القديس يعقوب الذي من دير مرججوس حماتورة الذي استشهد بمدينة ترابلون التي موقعها بقرب البحر، وفيها ضرب عنقه وبعد ذلك أحرقوه بالنار ومضى إلى رحمة الله. المخطوط البلمندي 149. أما على صعيد التقوى الشعبية، فغالبية الناس المحيطة بالدير كانت تخبر عن وجود راهب في الدير يدعى يعقوب، حيث كان الدير في تلك الحقبة بعد الحرب العالمية الأولى حتى أواخر الثمانينات حاليا من الرهبان، ومن كان يعتني بالدير رجل من قرية مجاورة. لا نعرف كيف تم إحضار بقايا القديس يعقوب إلى الدير. ما نقرأه في سير القديسين أن المسيحيين كانوا يتبعون الشهداء إلى ساحة الشهادة، وكانوا إما يدفعون الأموال ليحصلوا على الرفات أو يسرقونها أو يتبعونها إذا ما رميت في البحر ليلتقطوها عن الشاطئ. ما حدث مع القديس يعقوب غير مذكور. ما نعرفه أنهم أتوا به ودفنوه في مكان سري في الدير، ولن يدون أي شيء. تم تناقل الحديث شفهيا بأن الدير يحوي كنزا مخفيا.
قبل إعادة إحياء الحياة الرهبانية في الدير سنة 1994، حاول الكثيرون البحث عن الكنز باعتقادهم أنه من الذهب. قد حفروا سائر أرجاء أرضية كنيسة السيدة ما عدا مكان واحد، حيث حفظ الله شهداءه مصونين من أيدي الجهلة. ولما لم يجدوا شيئا كانوا يعيدون البلاط بطريقة عشوائية، مما جعل أرضية الكنيسة متعرجة منحنية وصعبة التنظيف. مع انتظام الخدم الليتورجية وبسبب طولها، غدا الوقوف في الكنيسة متعبا، مما تطلب إصلاح أرضيتها. وهنا بتدبير إلهي تم العثور على رفات شهداء دير حماتورة، وبينهم القديس يعقوب. ففي الثالث من شهر تموز عام 2008، أثناء الحفر، تم العثور على هياكل عظمية مدفونة في أرض الكنيسة في مكان غير مألوف. تم العمل بدقة متناهية ترافقه الصلاة، وتبين أن هناك 4 هياكل عظمية، 2 في القسم الأمامي من الكنيسة وطفل يتقدمهم، و2 في القسم الخلفي. وقد أكد الطبيب أن جزءا من عظام الطفل موضوع في المائدة المقدسة. أعلم الأب بندلايمون راعي الأبرشية بالأمر، فطلب أن تجرى فحوصات طبية على العظام، وهذه الرفات تعود إلى القديس يعقوب وشهيد آخر زمن المماليك، أما الشهيدان الآخران والطفل فهما من زمن الأتراك. نقلت البقايا فيما بعد إلى دير السيدة حماتورة باحتفال شعبي مهيب حضره لفيف من كهنة الأبرشية وأبرشية طرابلس وزحل وعكار وكهنة من الأبرشيات السورية. وعلى المحطة الأولى في كنيسة القديسين سيرجيوس وباخوس في بلدة كسبة توافد المؤمنون مدة 3 ساعات تقريبا يقبلون الرفات ويتباركون بها. جدير بالذكر أننا في العادة الرهبانية ندفن في التراب، ثم يتم استخراج الرفات من الأرض بعد تحللها ونغسلها قبل أن نودعها المدافن. فيما كان الأب بندلايمون يغسل رفات القديسين المستخرجة، ظهرت بقع الدم على العظام كما فاحت رائحة الطيب، وهي إلى اليوم تبرز دائما، خاصة من عظام القديس يعقوب والطفل الصغير. ارحمني يا الله بحسب عظيم رحمتك.